السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع درس الأعداد الكسرية العمليات الحسابية. إذا هذه الفرصة باش نتعرفوا على طريقة جمع وطرح ثم ضرب وقسمة الأعداد الكسرية من خلال هاد أو تصحيح هاد التمارين. إذا نبدأ مع التمرين رقم 1. أقرأ المسألتين بتأني ثم أقوم بحلهما. ألف: زرع فلاح ثلثي حقله شعيرا وخمس الحقل قمحا، ما هو العدد الكسري الذي يمثل المساحة المزروعة؟ إذا المساحة المزروعة عندنا 2 على 3 و1 على 5. إذا باش نعرفوا المساحة المزروعة نجمع العددين الكسريين، إذا 2 على 3 نجمعهما 1 على 5. إذا أسهل طريقة باش نجمعوا الأعداد الكسرية هي توحيد المقامات بهذه الطريقة. إذا 2 ضرب 5، 1 ضرب 3، و3 ضرب 5. إذا البسط ضرب المقام 2 ضرب 5 10، 1 ضرب 3 3 في البسط، ثم المقام في المقام في المقام 15، ثم نجمع البسطين 13 على 15. ما هو العدد الكسري الذي يمثل المساحة غير المزروعة من الحقل؟ بمعنى 13 على 15 هي المساحة المزروعة. إذا شنو هي المساحة اللي غتبقى غير مزروعة؟ إذا الكل هو ديما هو المقام، 15 المقام هو اللي تيورينا الكل، بمعنى هنا الكل هو 15 على 15 ناقص 13 على 15. إذا هنا عندنا المقام موحد، إذا ما نديروش هذه الطريقة ديال توحيد المقامات لأن أصلا المقام موحد. إذا نحتفظ بالمقام ونطرح البسطين. إذا لاحظتم ملي تيكونوا المقامين موحدين يعني نفس المقام نحتفظ به ونطرح البسطين 15 ناقص 13. أما عندما يكون المقامين ملي تيكونوا المقامين غير موحدين تنديروا الطريقة ديال توحيد المقامات 2 ضرب 5، 1 ضرب 3 في البسط، وثلاثة ضرب خمسة في المقام. ثم باء: ولاحظوا بيانات الصورتين، أفرغ تاجر محتوى 60 مدلجة، هذه المدلجة، من الزيت في برميل، ولبيع الزيت بالتقسيط أفرغ محتوى البرميل في قنينات لها نفس الساعة. إذا ألف: أحسب باللتر كمية الزيت بالبرميل. إذا أنا هذه مدلجة الساعة ديالها هي 5 على 2 لتر، قنينة 3 على 4 لتر هي الساعة ديالها. إذا هو أفرغ تاجر محتوى 60 مدلجا، إذا 60 من هذه من الزيت، بمعنى إلا بغينا كمية اللتر أو كمية الزيت باللتر 60 مدلجة، هاي مدلجة 60 مدلجة غنضربوها في هاد الساعة ديال كل مدلجة اللي هي 5 على 2. إذا 60 ضرب 2 على 5 على 2 تساوي. إذن فرصة باش نتعرفوا على الضرب. بالنسبة للضرب كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام، هنا اللي ما كانش عنده مقام راه هو واحد. إذن البسط في البسط 300، المقام في المقام 2، ثم 300 على 2 هي 150 لتر. هذا بالنسبة أولا. بالنسبة لي ثانيا، دابا عدد قنينات الزيت المعروضة للبيع، يعني هاد القنينات شحال غنملؤو من وحدة. إذا عندنا كمية الزيت هي 150 لتر، غنقسموها على الساعة ديال كل قنينة باش نعرفو عدد القنينات. الساعة ديال القنينة هي 3 على 4. إذا هادي فرصة أيضا باش نتعرفو على القسمة. بالنسبة للقسمة، إذا نحتفظ بالعدد الكسري الأول اللي هو 150 على 1، لأن لما كانش عندو مقام كنديرو 1. قسمة كنرجعوها ضرب ونضرب في مقلوب العدد الكسري الثاني، يعني المقلوب ديال 3 على 4 هو 4 على 3. إذا دائما قسمة رجعوها ضرب وقلبوا العدد الكسري الثاني. ثم الضرب احنا تعرفنا عليه سابقا، البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 150 ضرب 4، 4 ضرب 0، 4 ضرب 5 20، 4 ضرب 1 4 زائد 2 6، 1 ضرب 3 3. إذا البسط في البسط المقام في المقام.
ثم 600 قسمة 3 ديروا القسمة من طبيعتها غتلقاو في الجواب 200 قنينة. ثم تمرين 2 احسب ثم اقارن ما يلي. اذا الطريقه اللي شفنا ديال الجمع نطبقوها هنايا، هذا الجمع هذا توحيد المقامات نطبقوها في التمرين هذا. اذا التمرين 2 احسب ثم اقارن، اذا 3 على 4 زائد 7 على 12، 3 على 4 زائد 7 على 12. دونك هنا غنديروا الطريقتين بجوج، واللي كانت سهله هي اللي غديروا نتوما. دونك الطريقه الاولى هي اللي قلنا ديال توحيد المقامات هذه، اذا كما قلنا قبيله 3 ضرب 12 و7 ضرب 4 و4 ضرب 12، اذا 3 ضرب 12 36 زائد 7 ضرب 4 28 و4 ضرب 12 48. ثم اجمعوا البسطين، 6 زائد 8 14، 3 زائد 2 5 زائد 0 6 على 48. ثم الاختزال، الاختزال مثلا 64 من مضاعفات 8 و 48 مضاعفات 8، اذا نقسم على 8 على 8، 64 على 8 8، 48 على 8 6. ثم 8 من مضاعفات 2 و 6 من مضاعفات 2 نقسموا على 2 على 2، اذا 8 مقسوم على 2 4 و 6 مقسوم على 2 3. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية 3 على 4 زائد 7 على 12، إذا كنلاحظ بأن 12 من مضاعفات 4، إذا يكفي أن أضرب 4 في 3 باش تولي 12، إذا 3 أيضا 3 3 3 حيت 4 ضرب 3 12. دابا هنا غتولي 9 على 12، وهنا 7 غتبقى 7 على 12. نفس المقام احتفظ به واجمع البسطين، 9 زائد 7 هي 16 على 12. ثم اختزل، هذا من مضاعفات 4 و12 من مضاعفات 4، اذا 16 على 4 4، 12 على 4 3، اذا لاحظوا نفس الجواب 4 على 3 4 على 3. اذا هذه الطريقه هذه كتخدم جميع العمليات الكسريه، جميع العمليات هذه الطريقه هذه كتخدم غير ملي كيكون احد المقامين من مضاعفات الاخر، ولكن المفيد في هذه العمليه هذه انها كتعطينا الجواب تقريبا ما فيش اختزالات بزاف، لان شو عطاتنا عدد اعداد كبار اضطرينا باش نختزلوهم، هنا اعداد صغار. العمليه التاليه 7 على 12 زائد 3 على، يعني نفس العمليه ولكن غير غنبداو ب 7 على 12 عاد باش 3 على 4، اذا نفس الطريقه 7 على 12 زائد 3 على 4، اذا الاحظ ان 12 من مضاعفات 4، اذا اضرب في 3 في 3، اذا 7 على 12 9 على 12. نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام، ثم نختزل ب 4 4 هي 4 و 12 مقسوم على 4 هي 3. اذا ما نلاحظ حصلنا على نفس الجواب، لماذا؟ لان الجمع تبادلي، يعني بدا بالو 3 على 4 عاش 7 على 12، ولا بدا 7 على 12 3 على 4 بحال بحال، لان الجمع تبادلي واخا تبدل الحدين. ثم الان باء اذا 5 على 4 زائد 3 على 8 زائد 1 على 2 هي هذه العمليه. اذا نبداو بين قوسين، ولاحظ ان 8 من مضاعفات 4، اذا اضرب في 2، 4 بجوج تولي 8، اذا 10 على 8 زائد 3 على 8 هذا بس زائد 1 على 2 تساوي الآن نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، زائد 1 على 2. ثم ألاحظ أن 8 من مضاعفات 2، إذا أضرب في 4 في 4، 2 ضرب 4 غتولي 8، إذا 13 على 8 زائد 1 ضرب 4 4، 2 ضرب 4 8 تساوي،
نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين 3 زائد 4 17. العملية الموالية 5 على 4 زائد 3 على 8 زائد 1 على 2. إذا طريقة الكتابة، لاحظوا أنا حسبت هادو هنايا واحتفظت بواحد على 2، أو الطريقة الثانية نحسب بين قوسين بوحدو عاش نزيدو عليه 5 على 4، يعني نفس الطريقة. نبداو هاد المرة نديرو الطريقة أو طريقة الكتابة الثانية. إذا 3 على 8 زائد 1 على 2 تساوي، إذا ألاحظ أن 8 مضاعفات 2 يعني أضرب في 4 4. إذا 3 على 8 زائد 4 على 8 تساوي 7 على 8. دابا 5 على 4 زائد هذا المجموع هذا لقيت هو 7 على 8. إذا ألاحظ أن 8 من مضاعفات 4، إذا أضرب في 2 2، 4 ضرب 2 8. إذا تولي 10 على 8 زائد 7 على 8. إذا نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين. إذا 17 على 8 17 على 8. إذا حصلنا على نفس الجواب. علاش؟ لأن عندنا نفس الأعداد الكسرية، 5 على 4 5 على 4، 3 على 8 3 على 8، 1 على 2 1 على 2. إذا لماذا؟ لأن الجمع تجميعي. ما معنى تجميعي؟ إذا ما جمع الأول والثاني 10 ضيف الثالث، ولا جمع الثاني والثالث 10 ضيف الأول، حال حال، يعني الترتيب ما كيهمش في الجمع، ماشي مشكل. ثم الآن جيم، إذا 7 على 3 ناقص 4 على 5، 7 على 3 ناقص 4 على 5. إذا هنا كنلاحظ بأن 5 ليست مضاعفات 3، إذا هنا غندير الطريقة اللي بدينا بها الأولى. إذا 7 ضرب 5 35 ناقص 4 ضرب 3 12، 3 ضرب 5 15 تساوي، إذا 5 ناقص 2 3، 3 ناقص 2 على 15. ثم العملية الثانية، 7 على 3 زائد 2 ناقص 4 على 5 زائد 2، هذه هي العملية. إذا نحسبوا هذه العملية بوحدها وهذه العملية بوحدها ونديروا بيناتهم الطرح. إذا 7 على 3 زائد 2، قلنا اللي ما عندوش مقام راه عنده 1 تساوي. إذا نديروا الطريقة العادية، إذا 7 ضرب 1 7، 2 ضرب 3 6، 3 ضرب 1 3، هي 7 زائد 6 13 على 3. ثم 4 على 5 زائد 2 على 1، حيت ما عندوش مقام نديرو ليه 1. إذا 5 ضرب 1 5، 4 ضرب 1 4، 2 ضرب 5 10، هي 14 على 5. ثم دابا هاد المجموع هذا 7 على 3 زائد 2 عطاني 13 على 3، نطرح منه 14 على 5. إذا هنا عاوتاني نفس الطريقة، غنديرو توحيد المقامات. إذا 13 ضرب 5 65، و 3 في 14 42، 3 في 5 15. إذا 65 ناقص 42، 5 ناقص 2 3، 6 ناقص 4 2، إذا 23 على 15، نفس الجواب اللي حصلنا عليه هنا هو اللي حصلنا عليه في العملية الأولى. ثم علاش هنا نعرفوا علاش حصلنا على نفس الجواب هنا وهنا؟ إذا هنا 7 على 3 ضفنا عليها 2، و 4 على 5 حتى هي ضفنا عليها 2، إذا أضفنا نفس العدد للحدين نحصل على نفس الفرق. ثم دال، إذا 1 على 3 ضرب 2 على 5، إذا قلنا الضرب كنضربو البسط في البسط، المقام في المقام، إذا 1 في 2 2، 3 في 5 15. بالنسبة للعملية الثانية، 2 على 5 ضرب 1 على 3، نفس الطريقة البسط في البسط والمقام في المقام، إذا حصلنا على نفس الجواب. لماذا؟ لأن 1 على 3 ضرب 2 على 5 هي 2 على 5 ضرب 1 على 3، نفس الجواب. ثم الآن ها
إذا سبعة على ندوب سبعة على خمسة ضرب أربعة على ثلاثة، سبعة على خمسة ضرب أربعة على ثلاثة ضرب واحد على اثنان. إذا هنا البسط في البسط 28، ونديرو مباشرة هنا سبعة ضرب أربعة 28، خمسة ضرب ثلاثة 15، عاد باش ضرب واحد على اثنان. 28 ضرب واحد 28، 15 ضرب اثنان 30، ثم الاختزال. إذا 28 من مضاعفات اثنان، و30 من مضاعفات اثنان. 28 قسمة اثنان غتعطيني 14، و30 قسمة اثنان غتعطيني 15. ثم العملية التالية 7 على 5 ضرب هذه المرة 4 على 3 ضرب 1 على 2. إذا لاحظوا راه نفس الأعداد، غيرنا مكان القوسين فقط. إذا نحتفظوا ب 7 على 5 ونحسبوا بين قوسين، ديما في الرياضيات كنحسبوا بين قوسين هو الأول. 4 ضرب 1 4، و 3 ضرب 2 6، ثم البسط ضرب البسط 28، والمقام ضرب المقام 30، ثم الاختزال. هذا من مضاعفات اثنان وهذا من مضاعفات اثنان. إذا لاحظتوا هنا في الاختزال كنستعملوا الدرس ديال المضاعفات والقواسم بزاف. 28 قسمة اثنان 14، وهذا 15. ثم نمر إلى واو، واحد على اثنان ضرب اثنان على خمسة ناقص ثلاثة على أربعة. إذا بين قوسين هو الأول، نحسبه بين قوسين هذا. توحيد المقامات، اثنان ضرب أربعة ثمانية، ثلاثة ضرب خمسة 15، وخمسة ضرب أربعة 20. هنا إذا هذه العملية غير ممكنة، علاش؟ لأن ثمانية ناقص 15 مازال ما تحسبش في السادس حتى السابع إن شاء الله. 8 ناقص 15 لا يمكن. إذا هذه أنتم غتقولوا لا يمكن، لا يمكن حسابها بالنسبة للسابعة، والفوق راه يقدروا يحسبوها، لأن 8 ناقص 15 هي ناقص 7. أنتم باقيين ما قانيش العدد السالب. إذا ندوزوا للعملية الموالية، واحد على اثنان في اثنان على خمسة ناقص واحد على اثنان في واحد على أربعة. إذا هذه العملية هذه، إذا نحسبوها الضرب الأول، واحد في اثنان اثنان، واثنان في خمسة عشرة. أو بالنسبة للضرب راه يمكن لينا نختازلو قطريا، يعني اثنان مع اثنان غتبقى واحد على خمسة. هنا واحد في واحد واحد، وجوج في ربعة ثمانية. دابا غنوحدو المقامات، واحد في ثمانية ثمانية، واحد في خمسة خمسة، خمسة في ثمانية 40، ثمانية ناقص خمسة 3 على 40. تمرين رقم 3، ما مقلوب كل من الأعداد التالية؟ إذا خمسة على جوج المقلوب ديالو هو تقلبوا المقام يولي الفوق والبسط لتحت، هذا هو المقلوب. جوج على خمسة بالنسبة لي مقلوب اثنان، إذا اثنان على واحد غتولي واحد على اثنان. جوج على ثلاثة هو ثلاثة على جوج. أربعة على خمسة غيولي المقلوب هو خمسة على خمسة على أربعة. واحد على أربعة غيولي 4 على 1. 100 يعني بحال 100 على 1 غتولي 1 على 100. هذا هو المقلوب، يعني البسط يولي في المقام والمقام يولي في البسط، هذا هو مقلوب العدد الكسري. ثم التمرين رقم 4، إذا أحول إلى كسور عشرية مختزلة ما يلي 0.02. إذا 0.02 نقراه أيضا جزئين من المئة، لأن هذا الأعشار هذا أجزاء من المئة. إذا بما أنه أجزاء من المئة، يعني جوج أرقام وراء الفاصلة، إذا جوج أصفار 100 جزء من المئة. نحيد الفاصلة 2 على 100.
ثم الاختزال، هذا من مضاعفات 2 وهذا من مضاعفات 2. 2 مقسوم على 2 1، 100 على 2 50، ثم 0.5. إذن هذه الفاصلة هي 5 أعشار، يعني رقم 1 دور الفاصلة 5 على 10. ونختزل، هذا من مضاعفات 5 وهذا من مضاعفات 5، إذن 1 على 2 4.7. نحيد الفاصلة هي 47. عندنا العشر رقم 1 دور الفاصلة، إذا لك الرقم قسمه على 10، كانوا رقمان على 100، كانوا ثلاثة الأرقام دور الفاصلة على 1000 وهكذا. إذا هذا غير قابل للاختزال. ثم 2.25، إذا نحيد الفاصلة تبقى 225، جوج الأرقام إذا على 100. ثم الاختزال، إذا الاختزال نبدأ مثلا، لاحظوا هنا الواحدة 5 والواحدة 0، يعني من مضاعفات 5، إذا نختزلوا بخمسة. إذا هذا قسمنا على 5، 22 شحال فيها من 5 فيها 4، من طبيعة الحال ثم ديروا قسمة 4 في 5، إذا 45، وهذا على 5 يعطيني 20. أيضا مضاعفات 5 مضاعفات 5، إذا نقسم على 5 هي 8 على 4، عفوا 45 على 5 راها 9، إذا 9 على 4، جيد. ثم العدد الموالي 0.7 هو 7 أعشار، 7 على 10 غير قابل للاختزال. ثم 1 على 1.2، إذا هو 12 على، عندنا رقم 1 على 10، نختزلو بإثنان، إذا 12 مقسوم على 2 6، و5 مقسوم على 2 5، إذا 6 على 5. ثم التمرين رقم 5، إذا أكملوا ما يلي: 9 على 2 مقسومة على 5 على 3، إذا 9 على 2 مقسومة على 5 على 3 هي 9 على 2، قسمة قلنا في سابقا كنرجعوها ضرب، كنضربو في مقلوب العدد كسري الثاني، يعني 3 على 5. داكشي اش عطاونا هنايا التمرين هذا ديال المقلوب باش نتعودوا على معرفة مقلوب العدد الكسري. ثم الضرب البسط في البسط 27، والمقام في المقام 10. بالنسبة للعملية الثانية، 5 على 8 مقسومة على 2 على 7، 5 على 8 مقسومة على 2 على 7، نفس الطريقة، نحتافظوا بالأول ونضرب في مقلوب الثاني، ثم الضرب البسط في البسط والمقام في المقام غير قابل للاختزال. ثم التمرين 6، احسب ما يلي: 3 على 8 مقسومة على 4 على 9، إذا 3 على 8 مقسومة على 4 على 9، إذا نحتفظ بالعدد الكسري الأول، قسمة قلنا نضرب في مقلوب الثاني، حيت هاد الكسر هاد الخط الكسري راه قسمة، ونضرب الوسط في البسط 27 على 32 غير قابل للاختزال. ثم 5 على 2 على 6، إذا لاحظوا الفاصلة كاينة هنايا، بمعنى هذا هو الخط الكسري الكبير. إذا 5 نرجعو حنا على 5 على 1، ديما اللي ما عندوش مقام ديرو لي 1، إذا هي 5 على 1 في هذا القسمة تولي في، ونقلبو 2 على 6 تولي المقلوب ديالو هو 6 على 2، 5 في 6 30، 1 في 2 2، 30 مقسوم على 2 الاختزال، نختزلو ب 2 2، إذا هي 15 على 1 هي 15، 5 على 3 على 8، هذا 1.5 على 3 على 8 تساوي، إذا هذا 3 على 8، هذا 1.5. نفس الطريقة اللي درنا في التمرين 4، عندي رقم ورا الفاصلة، إذا نحيد الفاصلة هي 15 على 10، حيت عندي العشور. ثم نحتفظ بالأول 15 على 10، ونضرب في مقلوب الثاني اللي هو 8 على 3، إذا 15 في 8 120، وعشرة في 3 30. لاحظوا أن عندي الصفر في الوحدات، الصفر في الوحدات يعني من مضاعفات 10، من مضاعفات
10، اذا 120 مقسومه على 10 تبقى 12، و 30 على 10 تبقى 3 تساوي هذا من مضاعفات 3 وهذا من مضاعفات 3. 12 على 3 هي 4 و 3 على 3 هي 1، اذا هي 4. 4 على 1 راه هي 4. ثم العمليه المواليه 4 على 7 على 3 على 7. هنا نديرو نفس الطريقه 4 على 7 نضربوها في المقلوب 7 على 3، او الطريقه الثانيه ملي كيكون عندي القسمه ونفس المقام نختزلو به مباشره غتبقى 4 على 3 ديريكت. ولا درتو لاحظوا حتى الطريقه الثانيه 4 على 7 وضربتو في المقلوب اللي هو 7 على 3، لاحظوا حتى هنايا تقدر تختزل ب 7 مع 7 وتقلق 4 على 3 نفس الجواب. الا ضربتي 28 و 7 في 3 21 راه هي ما هي غتختزل ثاني ب 7، هذا مضاعف 7 وهذا مضاعف 7. 28 على 7 هي 4، 21 على 7 هي 3، 4 على 3 راه هي 4 على 3. اللهم اختزل في الاول مباشره بهذه الطريقه احسن. ثم العمليه الاخيره عندي 0.5 ولتحت عندي 0.3 على 0.4، لان الفاصله شوف هنايا الفاصله هي كتولي الخط الكسري الاصلي او الرئيسي، وهذا ديال العدد الكسري اللي في الاسفل. اذا اول شيء نحول هذا العدد الكسري، اذا هو 5 على 10 قلنا علاش، لان عندي رقم ورا الفاصله. هنايا 0.3 و 0.4 راه هي نقدر نضرب مثلا هنا في 10 وهنا في 10، الا ضربت البسط والمقام في نفس العدد كنحصل على نفس العدد الكسري. اذا الا ضربت هنا في 3 في 10 تولي 3 ونضرب هنا في 10 تولي 4، اذا 0.3 على 0.4 راه هي 3 على 4. دابا نحتفظ بالعدد الكسري الاول ونضربه في المقلوب ديال الثاني، 5 في 4 20، 10 في 3 30. عندي 0 0 يعني من مضاعفات 10 من مضاعفات 10، اذا بقى 2 على 3. اذا الى هنا انتهت تمارين الصفحة 42 من الاعداد الكسرية للكتاب الجيد للمستوى السادس. لا تنسوا الانجاز قبل التصحيح، يعني انجز لوحدك ثم صحح، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.